السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. يا رب النهارده جايين مع بعض فيديو جديد، وقلت دعم التصميم زي اللي احنا شايفينه ده. الموضوع بسيط جدا، كل عليك تخش في التعليقات او تخش على القناة عندي وتشوف التصميم ده، وتخش على الفيديو بتاعه وتاخده من الوصف يا شباب بتاع الفيديو، ولو يكون بالشكل ده كمثال نضغط تحديد بالشكل ده وياخد الوصف كله بالشكل ده النسخ، وبعد كده اطلع وتخش على جوجل تكتب بينج او تنزل ابلكيشن او تنزل برنامج بينج، ولو هو بالشكل اللي احنا شايفين قصادنا ده، وده شكله هنضغط عليه بالشكل ده، هيفتح معانا الواجهه اللي احنا شايفينها قصادنا دي. هتلاقي تحت في شريط اسود مكتوب فيه الصفحه الرئيسيه والاخبار وعلامات التبويب والتطبيقات. نضغط على التطبيقات، اخر حاجه على الشمال تظهر معانا القايمه اللي احنا شايفينها قصادنا دي. نضغط على ايمج كريتور بالشكل ده، اللي هي اللون البنفسجي، واللي على علامه فرشاه بالشكل ده. هنضغط على ايمج يا شباب كريتور بالشكل ده، تظهر معانا الواجهه اللي احنا شايفينها قصادنا دي. هنكتب في البحث ده كده او في الوصف ده، طبعا لاسك اللي احنا واخدينه كله يا شباب اهو معانا بالشكل ده وبالطريقه دي. بعد كده نضغط انشاء ليتم الان الانشاء، نشوف النتائج هتكون معانا عامله ازاي. ظهرت معانا يا شباب بالشكل اللي احنا شايفينه قصادنا ده، الصور ممتازه جدا، تنفع تستخدمها في صناعه محتوى بالفيديوهات بالشكل ده. ونضغط حفظ في الصور لو الصور عجبانا، بعد كده معانا الصوره دي لو عجبانا برضه نضغط دخول عليها، ونضغط حفظ في الصور. بعد كده معانا الصوره دي، شوفوا الصوره دي كويسه برضه نضغط دخول عليها، بعد كده حفظ الصور بالشكل ده. وبس كده، كل اللي هتحتاجه ان انت تغير اسم الشخص وتغير العمر بتاعه، اذا كان 21 ممكن تخليه 25، ممكن تخليه 30، اسم الشخص اللي هو مصطفى ممكن تخليه اي اسم تاني. وبس كده يكون الفيديو بتاعنا خلص. لو عجبك متنساش تعمل لايك وتتابعني عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده، ولو محتاج فيديوهات اكتر هتلاقي عندي على القناه في اكتر من 350 تصميم، تقدر تستخدم اي وصف بحث من التصميمات الموجوده على القناه عندي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.